أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم السياسة الصناعية، وأشار التحليل إلى أن مصر عملت على تعزيز وتطوير الصناعة من خلال محاور رئيسية تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أنه تم تخصيص 1.6 مليار دولار منذ منتصف عام 2016 بجانب رفع كفاءة الاتصال الرقمي وتوفير انترنت سريع وبأسعار معقولة مع توسيع نطاق تغطية له والكهرباء. أعلنت وزارة البترول عدداً من التيسيرات والعروض الترويجية الجديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء. وخلال اجتماع لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، تم التأكيد على أن العروض والأنظمة الجديدة لشركتي غاستيك وكارغاز تشمل منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتمويل سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات قوية لدى إغلاق تعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه ليصل إلى 1.508 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 2.37% ليغلق عند مستوى 22128 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 3.68% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 3.51% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة. تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة فضلاً عن مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ووصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضاً بنسبة تقدر ب 1.5% بعد أن شهدت جميع القطاعات هبوطاً. كما وصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضاً بنسبة تقدر ب 0.9%. قال وزير التجارة الصيني وانغ وانتاو إن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز مع دول الخليج. وأعرب الوزير الصيني عن تطلع بلاده إلى أفاق التعاون في الصناعات المرتبطة بمركبات الطاقة الصديقة للبيئة مثل البطاريات الكهربائية ووحدات الشحن الذكية. وذكرت وزارة التجارة أن وزير التجارة الصيني دعا أيضا خلال اجتماع مع مسؤولين من مجلس التعاون الخليجي إلى مزيد من التعاون الصناعي لتعزيز سلاسة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد. قال محافظ البنك المركزي الصيني بانغ جون شانغ إن بكين ستعزز التعافي الاقتصادي المستدام بالتركيز على التوسع في الطلب المحلي. وذكر المحافظ أن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر دقة وفعالية مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار الفائدة والإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد.
يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز زيارة الصين أوائل شهر نوفمبر المقبل للقاء رئيسها شي جين بينغ، حيث يعمل الطرفان على إصلاح العلاقات المتعثرة بين البلدين. وفرضت الصين رسوما جمركية باهظة على الصادرات الأسترالية الرئيسية مثل الشعير ولحوم البقر في عام 2020 في ذروة نزاع مع الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة، لكن العديد من هذه العوائق تم تجاوزها مع تبني حكومة يسار الوسط الأسترالية التي تم انتخابها في مايو العام الماضي نهجاً أقل تصادمية.